أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي درس جديد من دروس مادة الرياضيات. ودرسنا اليوم بإذن الله بعنوان وحدات الطول المترية. سنتعرف في هذا الدرس على مجموعة من المعلومات. فكرة الدرس في البداية بيقول أختار الأدوات والوحدات المناسبة لتقدير أطوال الأشياء وقياسها. في هناك بعض المفردات في هذا الدرس: السنتيمتر، المليمتر، المتر، والكيلومتر. هذه الوحدات، هذه تسمى الوحدات، هذه وحدة السنتيمتر، ووحدة المليمتر، ووحدة المتر، ووحدة الكيلومتر. هذه الوحدات التي أمامك تستخدم لقياس الأطوال، لقياس إيه؟ أطوال الطول. فكرة درس اليوم إن إحنا نحدد أي الوحدات هي الأنسب لتقدير الطول. هل نقيسها بالسنتي أو المليمتر أو المتر أو الكيلومتر؟ أليست كلها أستاذ وحدات الطول؟ نعم يا بطل، كلها وحدات لقياس الطول، لكن هناك أشياء كبيرة فتقاس بوحدات تتناسب مع الأشياء الكبيرة أو طولها كبير، هناك أشياء صغيرة فتقاس بوحدات تتناسب مع الأطوال الصغيرة. تعالوا نرى الأمثلة التي يطرحها في الكتاب. السؤال في المثال الأولاني يقول: استعمل السنتيمتر والمليمتر لقياس الأطوال الصغيرة لحد هنا الجملة انتهت، ركز معي. وبيقول إن إحنا بنستعمل السنتيمتر والمليمتر لماذا؟ لنقيس به الأشياء الصغيرة. يبقى أنا عرفت يا أستاذ إن الاتنين دول الأشياء الصغيرة، السنتيمتر والمليمتر. وبعد كده يا استاذ عندنا ايه؟ المتر والكيلومتر، الاشياء الايه؟ الاطول او المسافات الكبيره، القياس الاطوال والمسافات الكبيره. على سبيل المثال هو بيقول لي سمك القطعه النقديه، سمك القطعه النقديه، هذا المشار له، هذا هو السمك اللي مظلل عليه باللون الازرق، هذا هو السمك. السمك هذا يقاس بايه؟ بالملي متر، فتقريبا هو يساوي 1 ملي متر، بينما عرض السبابة، العرض وليس طول السبابة، عرض السبابة هنا يتكلم عنه، هذا المشار إليه باللون الأزرق، هو يقاس بإيه؟ بالسنتيمتر، فيقول تقريبا هذا يساوي 1 سنتيمتر. إذا أخذنا أطوال أكبر، فطول الباب مثلا لا يقاس بالسنتي ولا يقاس بالملي، انما يقاس بالايه؟ بالمتر. تمام. هو يقول هنا في هذا المثال عرض الباب اللي هو هذا المشار اليه باللون الازرق ايضا، هذا يقاس بواحد متر تقريبا، واحد متر ايه تقريبا. في الشكل الرابع، هذا الشكل يقول امشي كيلو مترا واحدا خلال 20 دقيقة تقريبا في طريقي مثلا من البيت الى المدرسة. اذا فرضنا انك تمشي، تقريبا المسافة التي تمشيها تساوي 1 كيلومتر تقريبا. تعالوا ننتقل إلى مثال آخر. بيقول اختار الوحدة المناسبة لقياس المسافة التي يركضها أحمد في المرة الواحدة. أين هو المثال؟ المثال هنا بيقول لي يركض أحمد حول المضمار مرة يوميا، فهل أقيس هذه المسافة بالمليمتر ولا السنتيمتر ولا المتر ولا الكيلومتر؟ طبعا المليمتر والسنتيمتر وحدات صغيرة جدا، يعني المليمتر يكاد ترى بالعين مجردة، وضربنا مثال قلنا إن هو مثل سمك قطعة النقود، والسنتيمتر مثل سمك أو عفوا عرض السباب. المتر يقيس الأشياء الكبيرة نوعا ما كطول الباب وعرض الباب، هذه تقدر بالمتر. أما الكيلومتر فهو المسافات الطويلة. يعني كيف كيلومتر يا أستاذ؟ يعني مثلا المسافة بين البيت والمدرسة، المسافة بين البيت والمستشفى، وهكذا. المسافة التي يقطعها أحمد، تعالوا معنا في المثال بيقول المليمتر والسنتيمتر وحدات صغيرة جدا، خلاص استبعدنا المليمتر والسنتيمتر. ليه يا أستاذ؟ لأنها تختص بقياس الأشياء الصغيرة. أما الكيلومتر فكبير جدا، وحدة كبيرة إيه جدا، لا تقاس بها المسافة حول المضمار، لذلك فالمتر هو الوحدة المناسبة لقياس المسافة التي يركضها أحمد. إذا انتقلنا لمثال آخر، بيقول في مزرعة حسام خلية نحل، اختار الوحدة المناسبة لقياس طول النحلة. النحلة ترى بالعين مجرد ولا لا ترى بالعين مجرد؟ ترى بالعين مجرد، يعني أنت تستطيع رؤيتها ولا لا تستطيع؟ أستطيع أستاذ رؤيتها. طب هي في حجم عرض السبابة ولا أكبر ولا أقل يا أستاذ؟ لا، هذه أكبر قليلا من عرض السبابة، أو تقريبا تساويها أستاذ في هذا الحجم يعني.
لتحديد الوحدة المناسبة لقياس طول النحلة، هل هي المليمتر أم السنتيمتر أم المتر أم الكيلومتر؟ قبل قليل قلنا أن المليمتر والسنتيمتر الأشياء الصغيرة، المتر والكيلومتر الأشياء الكبيرة. ماذا نستبعد؟ نستبعد يا أستاذ المتر ونستبعد الكيلومتر لأنها خاصة بالأشياء الكبيرة، والنحلة هذه إيه؟ صغيرة. بقي عندي إما مليمتر يا إما سنتيمتر، تمام؟ بيقول لي السنتي المتر والكيلومتر وحدات كبيرة، كما يستعمل السنتيمتر لقياس الأطوال الصغيرة، أما المليمتر يستعمل لقياس الأطوال الصغيرة جدا، لقياس الأطوال الصغيرة جدا، لذلك فالمليمتر هو الوحدة المناسبة لقياس طول النحلة، لذلك يستعمل المليمتر لقياس طول النحلة، إن النحلة صغيرة جدا، تمام؟ يبقى إحنا قلنا يا شباب مجموعة من المعلومات، قلنا متر وكيلو متر، كيلو متر، هذه يستعمل تستعمل لقياس طويلة، ملي متر مرة صغير جدا، صغير جدا، السنتيمتر صغير فقط، صغير يعني يا أستاذ يعني مثلا في عرض، في عرض السبابة، عرض السبابة كما ذكر في المثال، السنتيمتر الأشياء المليمتر عفوا الأشياء الصغيرة جدا. بقي عندي إن احنا نعرفكم ببعض الأشياء وهي اختصارات هذه الكلمات، يعني احنا عندنا مثلا كلمة كيلو متر، كلمة كيلو متر، وعندنا كلمة سنتي متر، وعندنا كلمة المتر، وعندنا كلمة ملي متر. عندما نقوم يا أبطال، عندما نقوم باختصار هذه الكلمة، طبعا حتى لا نكتب هذه الكلمة كل مرة بنختصرها، كيف نختصرها؟ تعالوا معي نرى. بيقول لي هو هنا في المثال، انظروا معي، بيقول لي السنتيمتر تختصر بإيه؟ بسين ميم، سين ميم اللي هي سنتيمتر، فلما ترى كلمة سين ميم هذا تعرف إن هي اختصار كلمة إيه؟ سنتيمتر. المليمتر تختصر بميم لام ميم، مليمتر، ميم لام ميم. المليمتر لما ترى ميم لام ميم باختصار هي اختصار لكلمة مليمتر، وكلمة المتر اختصارها ميم فقط، وكلمة الكيلومتر كاف لام ميم، كيلومتر كاف ولام وميم. تعال نكتبها معا حتى نحفظها. الكيلومتر كما قلنا أبطال تختصر كاف لام ميم، كاف لام ميم. السنتيمتر سين ميم، المتر فقط ميم، المليمتر ميم لام ميم. هذه هي الاختصارات، أتمنى منكم أن تحفظوها. نعيد مرة ثانية، نقول يا أحبابي أن الكيلومتر يختصر على كاف لام ميم كيلومتر، والسنتيمتر تختصر سين ميم، والمتر يختصر ميم فقط، والمليمتر يختصر ميم لام ميم. بالعودة إلى الكتاب، الآن هنذهب إلى مجموعة من الأسئلة، أسئلة أتأكد في كتاب الطالب. المثال الأولاني يقول اختار الوحدة الأنسبة المليمتر أو السنتيمتر أو الملي أو المتر أو الكيلومتر لقياس كل من الأطوال الآتية. رقم واحد بيقول طول نملة، طول النملة، النملة هذه يا أستاذ صغيرة جدا. ها مين يذكر؟ أحسنت يا بطل، أذكر يا أستاذ إن الأشياء الصغيرة جدا تقاس ب سين ميم. طب مين يا شباب يقول لي سين ميم هذا اختصار ماذا؟ سين ميم اختصار سنتيمتر، اختصار سنتيمتر. لا يا أستاذ احنا أخطأنا، احنا اشياء الصغيرة بتقاس ب، احسنت يا بطل احسنت، تقاس بالمليمتر، المرة صغيرة. يلا خلينا نتذكر سويا لا نخطئ مرة ثانية، مليمتر، مليمتر. طب مليمتر هذه يا استاذ اختصارها ايه؟ ميم لام ميم، طول النملة كطول الايه؟ النحلة، وكلاهما يقاس بالمليمتر، يقاس بايه يا ابطال؟ بالمليمتر. تعالوا ننتقل الى رقم اثنين، بيقول لي طول السيارة، السيارة هذه يا استاذ قريبة من طول الباب، طول السيارة قريب من طول الباب، طب الباب احنا قلنا بيقاس بإيه يا بطل؟ يقاس بالمتر، فالسيارة أيضا تقاس بالإيه يا بطل؟ بالمتر، السيارة أيضا تقاس بالمتر. المسافة بين المدينتين، قلنا أبطال قبل كده المسافة بين البيت والمستشفى، البيت والمدرسة، المسافة بين المدن تقاس بوحدة، أكبر وحدة قياس ندرسها هي وحدة كيلو متر. طب كيلو متر دي اختصار إيه يا أستاذ؟ اختصارها إيه؟ كاف لام ميم، كيلو متر. كاف لام ميم، هذه وحدة الكيلومتر.
السؤال رقم 4 بيقول طول القلم الرصاص، طول القلم الرصاص يقاس بإيه؟ القلم الرصاص هو يتكلم عن طول القلم الرصاص. قلم الرصاص هذا يا أستاذ أكبر قليلا من عقلة الإصبع، أو من عفوا من السبابة، من السبابة. طب السبابة هذه يا أستاذ كنا بنقيسها إيه؟ بالسنتيمتر. طب والأكبر منها قليلا؟ أيوة أحسنت يا بطل، يقاس أيضا بالسنتيمتر، يقاس بالإيه؟ بالسنتيمتر. طب السنتيمتر اختصاره كما كتبنا ويضع أمامكم سين ميم. السؤال رقم 8 يقول يا أبطال ما التقدير الأنسب لطول حافة السبورة؟ هل هو 3 ميم أم 3 كاف لام ميم؟ أولا لابد أن نتذكر سويا ما هو المقصود ب3 ميم؟ ها من يعرف؟ أحسنت يا بطل، 3 ميم هي 3 متر، و3 كاف لام ميم هذه، كاف لام ميم هذه يا بطل اختصار كلمة كيلو متر. الكيلو متر الأشياء الكبيرة جدا يا أستاذ، فالمتر هو المناسب لقياس طول حافة السبورة، وبالتالي أقول إن الوحدة المناسبة هي 3 متر، 3 إيه؟ متر. أقدر ثم أقيس الطول مستعملا الملي متر، السنتيمتر، المتر. بيقول لي عرض الكتاب، عرض الإيه؟ الكتاب. الكتاب ده يا بطل يقاس بإيه؟ ها؟ مين يتذكر؟ من البطل اللي معنا؟ ها يقول لي يا استاذ الكتاب ليس صغيرا مره وليس كبيرا، يبقى ايه؟ ها يقاس بالسنتيمتر يا ابطال، والسنتيمتر اختصاره ايه؟ سين ميم، سين ميم. عرض غرفه الصف، قبل شويه كان معنا هذا السؤال يا استاذ. طب يلا الغرفه، الباب، الباب حق الغرفه، الطول حق الغرفه، عرض الغرفه، ارتفاع الغرفه، كل هذه تقاس بايه؟ بوحده قياس تسمى المتر، تسمى المتر. طب اختصار المتر يا استاذ؟ ميم فقط، اختصار المتر ايه؟ هي ميم فقط. الان يا احبابي هننتقل الى اسئله اتدرب، وبيقول لي اختار الوحده الانسب المليمتر ولا السنتيمتر ام المتر ام الكيلومتر لقياس كل من الاطوال الاتيه. السؤال رقم 9 ارتفاع ساريه العلم، ارتفاع ساريه العلم هذه يا استاذ كبيره، ما هي ها اقرب شيء لها ايه؟ المسافه بين المدن ولا طول غرفه الفصل ولا وش؟ ايوه يا استاذ هي قريبه من طول غرفه طول الغرفه اللي فيها الفصل، نعم. يبقى هي ايه الغرفه دي؟ احنا قلنا بتقاس بايه يا شباب؟ طولها او عرضها او ارتفاعها يقاس بالمتر، اذا ارتفاع ساريه العلم متر ايضا يا استاذ. ونعيد يا شباب ونقول ان المتر هذا اختصاره ايه؟ ميم، اختصاره ايه؟ ميم. المسافة التي تقطعها الطائرة، قبل شوية قلنا يا أبطال إن المسافات بين المدن تقاس بوحدة قياس كبيرة جدا تسمى كاف لام ميم، اللي هي اختصار كلمة يا أستاذ؟ كيلو متر، كيلو إيه؟ متر، لا ننسى يا أبطال. طول قلم التلوين مر علينا في قبل قليل أيضا، إيه؟ طول القلم الرصاص، طول القلم الرصاص كنا بنقيسه بإيه؟ بالسنتيمتر، وبالتالي نقيس طول قلم التلوين بالإيه؟ سين ميم. طب سين ميم دي يا شباب اللي هي ايه؟ اختصار كلمة يا أستاذ سنتيمتر. طول حشرة، طول الحشرة، الحشرة كما ذكرنا قبل قليل ومر معنا النحلة ومرت معنا النملة، والحشرات تقريبا معظمها يقاس بالسنتيمتر. الحشرات تقاس بإيه أبطال؟ بالسنتيمتر. لا يا أستاذ أخطأنا، أيوه بيك مصحصح معي، هي ما تقاس بالسنتيمتر يا أستاذ، ده تقاس بالمليمتر، بالمليمتر، أبيك فايق معي يا بطل، ركز معي، وبالتالي اختصار كلمة مليمتر ميم لام ميم، ميم لام إيه؟ آخر سؤال معنا في درس اليوم سيكون السؤال رقم 13، بيقول لي ما التقدير الأنسب للمسافة التي أقطعها بالقطار، 500 كيلو متر ولا 5000 سنتيمتر؟ طبعًا يا ابطال القطار استعمله للايه؟ السفر بين المدن يا استاذ. طب المسافات بين المدن تقاس بايه يا ابطال؟ تقاس بالكيلو متر وليس بالسنتيمتر، المسافات بين المدن تقاس بالكيلو متر وليس السنتيمتر، وبالتالي فالوحده الصحيحه للقياس هي 500 كيلو متر. سأترك لك المثال رقم 14 والمثال رقم 15 لتقوم بحل يا بطل، واترك له الحل في التعليقات. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح درس اليوم الذي أتمنى أن يكون سهلا وفهمتموه جيدا، جزاكم الله خير ونفع الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.